كل التحيات لكم أصدقائي المشاهدين، وأهلا بكل أصدقاء يلي بهم يواكبوا ويتابعوا موضوعنا اليوم. وقت اللي كنا نحكي عن الدفاع المدني اللبناني وما زلنا وإذن الله يعني رح نبقى مستمرين، كنا متفائلين ونقول بعد صدور قانون الدفاع المدني الجديد بتنتهي فصول قضية حكينا عنها كتير وكتير. طبعا بكل المراحل تعاقبوا وزراء للداخلية كلهم تواصلنا معهم، مدير الدفاع المدني من العميد درويش حبيقة يلي واكبني بعصرنا لغاية اليوم، بنسعى دائما لحتى نكون منطقيين بتوصيف المشكلة. الشباب الموجودين معنا اليوم بالتلفزيون والاستوديو كتار، ولكن الواقع بيقول انه كلهم كلمة واحدة، كلهم هدف واحد، كلهم ايمان واحد انه التفاؤل رح يوصلهم الى حل قضيتهم. وقت اللي منزورهم بالخيمة المعتصمين فيها بساحة الشهداء بيكبر قلبنا، لأنه منشوف أنه الزنار يلي كلبنانيين عاملينه لحالهم بيبعد المذهبية والطائفية والحزبية والحملات يلي قد تكون بعض شعاراتها مشوهة لأي تحرك، بهمهم بيعرقهم وبيتعب جبينهم مثل ما بيواكبوا الحرائق وبيهبوا لمساعدة أي إنسان عبر الرقم المجاني 125. ممكن يكونوا حدك وما يسألوك انت مين، ولكن بهمهم انه يقدموا لك هذه المساعدة ويقولوا لك نحن هون الدفاع المدني. ومن هون صح القول اللي قال تخيل حالك من دونهم في جريح ومطلوا وفي غريق وما بينوا، يعني تفاصيل كل هالجنريك للدفاع المدني بخلينا بكبر نقول مفترض كلنا سوا ما نطول بالحكي ونقول لازم كلنا سوا نتشارك لإنصاف هالشريحة يلي اختارت ان تكون متطوعة إلى مرحلة، ولكن لكل شيء في إله نهاية. اليوم بعد المؤتمر الصحفي اللي صار امبارح علي الصوت وهبوا المعنيين للتواصل مع الشباب يلي صراحة وقالوا نحن رح نبقى مستمرين بموقفنا حتى نتوصل إلى خواتيم سعيدة هو المرجو. بدكم تسمحوا لي رحب بالمتطوع بالدفاع المدني اللبناني الكابتن يوسف الملاح، اهلا وسهلا فيك. يسعد صباحك، صباح الوطن، صباح المواطن، صباح الانسانيه. صوتك تعبان. ما بهم الصوت يتعب، المهم الهمم قويه. اهلا وسهلا فيك، ايضا مصطفى دمج معنا كمان متطوع بالدفاع المدني، اهلا وسهلا فيك. حبيبي اهلا وسهلا فيك. وكمان اسمحوا لي من خليلكم بدي احيي كل الشباب الموجودين معنا بالاستوديو ونقول لهم يعني ان شاء الله كلنا سوا نقدر نرفع صوتكم تنقول لكل الناس هذا هو المفروض. خي يوسف بدي ابدأ معك لحتى اقول انه اليوم الاعتصام كبير ومفتوح، انتو قلتوا نعم، وفي شيء قرأته بدك توضح لي، انتو قلتوا مستمرين حتى يوم الاربعاء 16 يعني كانون الاول تزامنا مع عقد جلسة مجلس وزراء. نعم. ما في جلسة بكرة؟ ما مشكلة، ناطرين لتصير. باقيين يعني؟ باقيين. شو سبب الاعتصام؟ نحن مش رح نسميه اعتصام. شو بدك تسميه؟ رح نسميه لفتة نظر، تحرك، لأنه نحن نربأ بنفسنا أنه نعتصم عن خدمة الوطن أو خدمة الناس. نعم. نربأ بنفسنا عن إشعال أي إطار بالشارع، نسكر فيه طريق الناس أو نسكر تراث على الناس. نحن باقيين لأول جلسة مجلس الوزراء. بالحقيقة ما بدي سبع عليك على أسئلتك. تفضل. أنا بدك إيه؟ أنا ممتن لسرعة التجاوب معنا. نعم. من معالي وزير الداخلية والبلديات الأستاذ نواد المشنوع والمتطوعين الموجودين بوزارة الداخلية. مجرد ما خلص المؤتمر الصحفي نعم تم طلب منا التوجه لهونيك، وحكينا مع الأستاذ جبارة اللي حكي بلسان معالي الوزير وقال كلمة حق، انتوا أخذتوا الحق لما صدر القانون. نعم. وافقنا على هالكلمة صحيح. نعم. لكن بقية التنفيذ هي بتكون لما بفوت القانون بإيد معالي وزير الداخلية على مجلس الوزراء تقرر المراسيم. قال لي هيدا مطلبكم، قلت له هيدا مطلبنا. قال لي معالي الوزير معني بهالموضوع مثلكم أو أكثر، وأول جلسة مجلس وزراء رح ياخذ معه القانون
ويوصل فيه على الجلسة ويقروا بإذن الله ونحتفل سوا. قلت له نحتفل سوا بيحتفل كل لبنان معنا، وبحال ما صار جلسة نحن باقيين بالساحة باقيين على العهد، ومن خلال الاستوديو الكريم وحضرتك الكريم الموجودون بقول له لكل الناس ما تعتلوا هم، لم نسكر طريق ولم نولع دولاب، بدنا منكم شغلة، ما تجوا على الساحة توقفوا حد منا، من بيوتكم ادعوا لنا. طب بدي أقوله مصطفى، يعني اللي عم بقوله يوسف كثير مهم أكيد. ولكن واقع المواكبة والمتابعة بتخلي الناس تسأل انتوا اليوم شو بدكن، في ظل البعض بيقول انه في عنا تعثر بالعمل الحكومي حتى ما نقول شلل، او بعض التوصيفات اللي بيطلقوها رجال السياسي على الحكومة اليوم. اليوم يعني عارفين يمكن ما يكون في مجلس وزراء لمرحلة طويلة ويمكن بكرة وان شاء الله، ولكن انتوا شو بدكن؟ نحن اول شغلة اكيد عنا معلومات بالنسبة ل معلومات؟ نعم معلومات، في يعني في بعض الناس خيرين يعني انه في جلسة، يعني احنا ما نزلنا عن عبس تركيب، ما نزلنا عن عبس بهذا الموضوع. هلا ممكن تتأخر الجلسة او تتأجل مثل ما حكى الكابتن، احنا مستمرين. لا امتى مستمرين؟ اشعار اخر حتى يصير في جلسة. مراكزكم مش معطلة؟ اكيد لا، ولا بنسمح تتعطل. ولا بنسمح تتعطل يعني عبر هالشاشة مع الناس. من عبر هالشاشة نعم بنشد كل المتطوعين، نعم كل ممنوع اقفال اي مركز، ممنوع اي يعني عفوا لو بدي اتدخل فضل. بدون مناشده، هذه رساله الموظف والمتطوع مش بس المتطوع. نعم مش بالضروره نحن ننادي لحتى هن ما يقفلوا، اصلا ما في بتركيز هني معنيين. احنا بناكد عليهم هالشيء هيدا. نعم تري كيف مستمرين، مش بكره اللي بعده، مش اللي بعده لبعضه. واضح. طب يوسف اليوم بدي أقوله حضرتك، أنت يعني معني بهذه التحركات ميدانيا على الأرض. لا. ولكن لفتني أنه ب2 نيسان 2014 أنتوا كان عندكم تحرك. صحيح. وكنتوا أعلنتوا إذا لم يتواصل النواب معنا خلال ساعتين فسنعلن وقف عمليات الدفاع المدني بوقتها. أما اليوم موقفكم صارح. صحيح. يعني عم بتقولوا أنه عدم إقفال طرقات، حرق إطارات، هذا كله ممنوع. صحيح. حتى أنت بكبر نشدت الناس وقلت لهم من بيوتكم اتضامنوا معنا. صحيح. لحتى نقدر نوصل لما طلبنا. طب أنتوا اجتمعتوا امبارح مع مستشار معالي وزير الداخلية. نعم. مبدئيا ما أخذتوا وعود لحتى تفكوا هذه اللفتة النظر أو هذا الاعتصام، ولا أنتوا بقيين؟ سيد الكريم قلي. قبل كل شيء بالنسبة للي تفضلت حضرتك فيه رح رجعك شوي للي قلت موضوع الساعتين. نعم. بهذا التوقيت كنا متطوعين وما زلنا نعرف بعض، لكن ما في تنسيق. انت طلعت بفكره، الاستاذ طلع بفكره، الاساتذه طلعوا بفكره. نعم اوكي. بينما اليوم صار في تنسيق، صار راي واحد، صار كلمه واحده وهدف واحد. طب شو راي الاداره الحاليه للدفاع المدني؟ العميد خطار شو موقفه؟ العميد خطار الله يعطيه الف عافيه، يعني كمان انت عم تفوتني على اسئله لازم جاوبك عليها. لا لا كتر خيره وكتر خير هالمره. انتوا عم تتحركوا بالرضا الاداره ولا لا؟ لا 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 ابدا ابدا ابدا، عم تحرك بمبادره فرديه. نعم. لانه نحن تحاسبون عليها يعني؟ معلش شو بده يكون؟ هذا بدي اساله. شوف معلش، لانه انت بتعرف قبل مره حاولنا نعمل مقابله سوا كان في منع. ما في عنا اي مشكله من الحساب، ما اجت الموافقه. استاذنا نحن تحت القانون. نعم. بعد لما نخلص التحرك اللي عم نسويه السلمي. اذا نحن مخطئين محل ما مخطئين يحاسبونا، واذا نحن اصبنا محل ما نحن اصبنا يربحوا هن. ما بدنا نربح نحن. شو بتقول مصطفى؟ خلي الناس تربح. طبعا خايفين من المحاسبة؟ لا 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 لا، لأنه إحنا أول شغلة ما بنخاف إلا من رب العالمين. نعم. طيب كيف؟ ما في شيء بخوفنا. تتهيب المحاسبة مش خوف. نحترم. إذا نخطأ نحترم الأشخاص ولا نهار. نفتح العبوس هلا. إذا عم نغلط إذا عم نغلط إذا عم نغلط نعم إذا عم نغلط بحق المديرية أو بحق حدا أوكي نحاسب. نحن تحت القانون. بس نحن بنظرنا. طب ليش ما طلبتوا من الإدارة الحالية للدفاع المدني من المديرية إنه هي ترفع صوتكم؟ صحيح. وهي تفاوض عنكم. صحيح. أنتوا لجأتوا. صحيح. صحيح. حتى لا يقال إنكم تجاوزتوها. صحيح. أستاذنا الكريم اليوم نحن نعتبر حالنا نحن ثلاثة. نعم. أنا عطش وخي مصطفى عطش وخي جورج عطش وخي حسين عطش، ماشي؟ المي موجودة عندك، ما عارفين إيه أو لا، بدنا نشرب يلا. بدنا نشرب يلا بدنا نشرب يلا. طيب يا بتشربني انت يا تركني انا احفر. طيب. بير بدي اقول لك اليوم شو تغير عن اول تحرك عملتوه انتوا على شاطئ الرمل البيضاء وكان اللقاء الشهير. نعم. يعني الكل كان عم يحكي عن هذه الاندفاعات يلي انتوا قمتوا فيها، حكي عن دمعتك دمعة الشباب وعرقكم، وقالوا انه انتوا ساعتها اجبرتوا المجلس النيابي على اصدار القانون. انا رح اقول لك اليوم شو تغير. تغير الزمن فقط، اما المبادئ والقيم والكرامه والشهامه فما زالت.
فقط عنا يتغير نعم. الزمن والتوقيت طيب. وما بنجبر حدا ليك بالمناسبة أنا عفوا بكلمتي نائب أو وزير أو رئيس بالنهاية أنا بعرف بكرة بس تفيق بيطلع بالمراية بتذكر أنه هو بشر كلمة هيدا نائب أو وزير نحترمها لكن مكتوبة بالحبر بس موقع مسؤولية عفوا مكتوبة بالحبر بس بالنهاية كلمة بشر مكتوبة بالأرواح فكلمة بشر أغلى طيب اسمح لي أخذ اتصال من العميد الطيار درويش حبايا مدير عام الدفاع المدني السابق ألو 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 جنرال بدي حييك عبر مشاكل وحلول لك اشتقنا لك وأهلا وسهلا فيك صباح الخير جنرال السؤال بديهي بيطرح نفسه في مواكبة هالاعتصام يلي حبوا الشباب يسموه لفتة نظر أنا بدي أسأل أنت كمدير عام للدفاع المدني يعني وبعهدك شهد افتتاح كثير من الأقسام والمراكز كنت عارف رح نوصل لهون وليش وصلنا لهون جنرال أول شيء صباح الخير للمستمعين وصباح الخير نعم لضيوفك نعم. يلي هني أحباب قلبي ولادي نعم وعشت أنا وياهم 17 سنة وإلي 4-6 سنين تركت وبعدهم بالدفاع المدني متطوعين نعم يعني 20 سنة وهالمتطوعين بعد الناطرين في متطوعين لهم أكثر من 20 سنة عم بيخدموا بالدفاع المدني اللي هي مديرية جهاز فاعل من أجهزة الدولة عم بتأدي واجباتها من دور إنساني بيقدم خدماته بخصوصية مهمة كثير ولها صفة الاستمرار المتميز على مدار الساعة من أجل حماية أرواح المواطنين ليه وصلنا لهون جنرال؟ ليه وصلنا لهون؟ وصلنا لهون لأن كل ما نوصل ونعمل مشروع قانون نعم يتعرقل ينضب بالجرار يرجعوا ويسألونا مرة تانية نعم قديش بكلفوا نبعث لهم قديش كلفة 1000 متطوع أو 1500 متطوع إذا أخذناهم نعم. لازم يفهموا بالعالم أنه كل 1000 إنسان على الأرض مهما كانت الدولة لازم يكون لهم رجل إطفاء نعم نحن بلبنان السكان حاليين موجودين بلبنان بيطلعوا 5 مليون يعني لازم يكون عندنا 5000 اطفائي نعم ونحن بنوفر عليهم يعني الاطفائي بيشتغل كمان مسعف ومنقذ واطفائي لهالسبب عم نقول لهم يا عمي في 220 مركز صار بلبنان لازم كل مركز يكون في 25 عنصر على الاقل نعم ان شاء الله ما يصير لا زلزال وان شاء الله ما يصير لا تسونامي بكفينا الاحداث المفتعله جنرال انت متفائل انه الشباب رح يوصل ولا ما طلبهم يعني بعد الاعتصام يعني انا عشت انا وياهم وعم بتخبط انا وكل المسؤولين مشان تنوصل لمحل نعم ونعطيهم نتيجه يعني بكفي انه معنا شيء اليوم بفتكر عديد المديرية شي 800 عنصر صاروا إذا مش أقل شوي بين ملاك ومتعائل وأجير وصل عدد المتطوعين على أيامي أنا حوالي 6000 وشوي نعم طيب اليوم فلفلوا ما عش في تركيب العيش هيدا يوسف شو بدك تقول هيك إنه العناصر المتعائلة والأجرة بكرة بيفلوا على بيطلعوا على السن ما معهم يمشوا يسلم تنك جنرال ما عندهم معاش تقاعد يسلم تنك الدولة 40 سنة بيطلع بدون معاش مش عيب يوسف شو بدك تقول الجنرال طيب هذا جنرال كيف بده يعمل يعني أنا بدي أشكرك يعني على هالكلام يلي بتمنى أن يترجم قريبا إلى واقع يوسف شو بدك تقول له أول شيء بدي أقول له يسعد صباحك جنرال كنا وما زلنا طول عمرك وسنبقى بدي لك شغلي نعم بدك تغطي صوت تلفزيون جنرال عندك تفضل إن ينكر الناس عن جهل مآثرهم يعلن بلا وجل عن وهجهم الحجر بكفي بس هالبيت الشعر يسلم تمك يوسف شو بدك تقول له وصباح الشباب طول عمرك جنرال وتحية للمدير العام للدفاع المدني يلي عم بيموتوا لأجل إنقاذ الناس
شكرا لك، شكرا لك جنرال. وانا كمان بدي احيي المديريه وبدي احيي العمليات وكل المعنيين والشباب الموجودين معنا بالاستوديو اللي عم يتابعونا. شو بتحب تقول له للجنرال؟ انا بدي اقول له للجنرال صباحي صباح انساني. الجنرال بيعرف شو يعني كلمه صباح انساني. كنا وما زلنا وسنبقى نتلو الصلاه التاليه، صوت الجامع بقوينا وصوت الجرس بوعينا وصوت الخلوي بنادينا، كلنا للوطن كلنا مواطن. يطول عمرك مصطفى. قديش تشعر حالك انت وقت اللي عم بيحكي يوسف يعني بهذا الاندفاع، عم بيحكي اللي انت بدك اياه ويلي هلا الزملاء موجودين ورا الكواليس معنا بالتلفزيون ويلي عم بيتابعونا برا عم تحكوا كلكم سوا مثل ما قلت انا بالبدايه، توجه واحد وكلمه واحده، لانه معاناه واحده نعم، وهدف واحد نعم، طريق واحده. لاجل هيك الكابتن يوسف يمكن هذا بقول على التلفزيون هو بحب ما بحب هذا اللقب كابتن يوسف، وبيحب المتطوع متطوع يوسف الملاح نعم. عم بيحكي وجع الشباب. ليش؟ انه مشارك الشباب يعني كل شخص فينا عم نعم. بيعاني نفس المعاناه، وهي معاناه انا بتمنى انه تكون نهايتها قريبه وقريبه جدا لحتى نقول طويت الصفحه لا تراجع. طب يوسف قبل مره كنا بدنا نعمل مقابله وكان موضوع كتير مهم وقلتوا انه انتم رح تغادروا لبنان وتروحوا على سوريا تقدموا حالكم هدايا للمساعدات الانسانيه بالجمهوريه العربيه السوريه. نعم. يعني بوقتها طويت الصفحه وصار في مرحله انتم سميتوها بمرحله الهدوء لانه كانت الظروف صعبه كتير، ولكن في كلام عم ينقال انه من اليوم لبكره في امور كتيره رح تتغير معكم إذا ما تلبى طلبكم وإذا ما حدا سمعكم وإذا ما حكي عنكم. نعم. بهمني أعرف شو رح يصير من اليوم لبكرة، بتكون ترجعوا تروحوا على سوريا ولا بتكون تروحوا غير مكان ولا في تحرك آخر؟ بدك تعطيني دقيقة من الوقت؟ تفضل. دقيقتين لك. دقيقتين. يلا. نحن لما قلنا بدنا نتحرك على سوريا نشدنا الهيئات الإنسانية تقبلنا متطوعين على أراضيها. بالنتيجة جزء كبير من الشباب اللي عم بضحي بعمره بوقته بعافيته نعم. قاعد موجود على امل هالوظيفه، هيك هيك موجود هون قلنا بنطلع على سوريا، ما حنرجع من هنيك الا ما يكون المشروع اكر، يا اما شهداء او جرحى وبين هلالين، يا اما اعاقه. انا بالنسبه لي الاعاقه الانسان اللي بفكر ما بيعرف يتصرف نعم، والا نرجع بكون اكر القانون. ما بتضغط على حدا بتكون ما بهم، ما مشكله بكون اخذ قرار رجال، ما بكون خنعت او خضعت او انشريت او بعت. توقيت مناسب اليوم؟ بدي كفي لك، انت قلت استكنت، لا ما استكنا، تحركنا وتم الاتصال فينا من قبل عدة نواب نعم، صعبة اني ما انسى حدا منهم لانه نكتار هني بشر، في كتار نواب نعم. ووزراء أوكي. وتم الاتصال مع معالي وزير الداخلية بحضور سعادة المدير العام وقال من هون لست اسابيع وضعها صدره، نحن بنعرف هيدي الايد بال 2014؟ لا بال 2000 من اربعة اشهر دق على صدره بايده نعم. الايد الامنيه والانسانيه وقال معالي الوزير من هون لست اسابيع بينتهى ملفكم، قلنا له ان شاء الله قبل ما يخلصوا الست اسابيع. بدي افسر هون، صار في حراك بالبلد فاستكنا لانه وعدنا معالي الوزير بعطي مثل بسيط، إذا أنا معي كباية مي بدي أروح أقصي الزريعة ولقيت ورا مني الكنباية والعانة بدي أروح طفي الكنباية مش لحقصي الزريعة، فبالتالي إن شاء الله يا رب بنكون نحن الزريعة اللي كل الوطن بياكل منها وما بدنا منه شيء. المجتمع المدني ما وقف حدكم أو جرب يوقف حدكم؟ 10 على 10 تم التواصل معنا من كل الحراك. ما شكلنا هون؟ مشكورين وقالوا لنا ساعة اللي بتنادونا بنكون موجودين حد منكم. نحن قلنا لهم هيدي الساحة طيب. بالمناسبة على بكره معلش لو طيب. السيارة بدها تصف عندنا بقلب ساعة أيه. اسمحوا لنا نصف. قلت له يا سيدي الكريم هو الساحات لكل المواطنين، لو كان في تحرك ممنوع نقصر جزء من الوطن نحن، بالعكس انت لما عم تيجي تصف سيارتك هون طيب. كانت تروح على بيتك تقول شفت شباب عم يتحركوا، ممنوع حدا يقصر جزء او قطعه من الارض هي لكل الناس. بس انتم يعني بالاعتصام قال لي شغله امبارح وقت اللي زرتكم بالخيمه اخي مصطفى، قال لي انه نحن صحيح موجودين باعتصام بس نحن موجودين ببقعه باقيين فيها ما رح نتحرك ونغادر ونروح ونجي الا في ظل ما يطلبه الواجب. باقيين بهالقطعه باقيين بهالقطعه ونتحرك مع رياحه المواطن، اذا هيدي القطعه بتشكل ضغط سير بدي اقوم منها، اذا بتشكل عائق على مواطن لو متر بده يبرم برم زياده انا بدي اقوم منها.
بدي اقعد. بالمناسبه نحن نمنا تحت الشتاء من يومين على الصيف. مين زاركم؟ مين زاركم وافحتكم صراحه؟ رب العالمين والناس الطيبه. اذا بزورني واحد بصدق كانه زارني كل لبنان، واذا بزورونا 10,000 شخص بس لمجرد الزياره لا. طب انا ما عرفت بكره شو رح يصير. ناطرين بكره نهار الاربعاء اذا في جلسه، واذا ما في اذا قاعدين يعني فلنعطي الخير. اذا ما في قاعدين ما بقى رح تردوا على تليفوناتكم ولا كيف؟ لا لا بعد بكره نحن قلنا اذا صار في جلسه وما فات هالمشروع على الجلسة من ضمن المراسيم التطبيقية نحن هالتليفونات رح نسكرها ونتجه على محل الناس بتنام على شيء وبتبيع على شيء. ليك بالنتيجة ما في أكبر. يعني بعد التوجه لسوريا ببالكم؟ يعني أنا والشباب نعجب خاطرك. شو يا شباب؟ الكرت اللي بنرميه، الكرت اللي بنرميه ما بنرجع بنشيله لنرجع نرميه، خلص راح. جديد. في شيء جديد. الله بيلهم أصحاب الحق. نحن ابناء الانسانيه. طيب. نحن بشر. طب نحن اليوم ناس. طب اليوم العميد ريمو خطار مدير عام الدفاع المدني زاركم بالخيمه؟ الف تحيه لسعاده المدير العام ريمو خطار. زار نحن استاذي خليني اقول لك، نحن لو بنحس في تقصير من سعاده المدير او من الاداره او من العمليات او من اي موظف او من اي متطوع، لكن اللي بيسارع النار ما بيخاف. نحن الموت كل يوم بيمر من حد منا، نحن على قناعه لن نموت قبل ما يخلص عمرنا. زاركم ولا لا؟ بدي اعرف. لا ما زارنا، لانه هو موجود معنا بقلوبنا. شعر هيدا؟ لا منه شعر، هيدا كلام شعر. منه شعر. ليه؟ هلا انا سالني مين بتحب اكثر، العميد درويش حبيا ولا العميد رمو خطار؟ بقول لك العميد درويش حبيا. ليش؟ 17 سنه عشره بس بتقول لي ما بتحب العميد رمو خطار؟ بلا بحبه، هذا مش شعر. هي انا حكيتك. هلا سالني مين بتحب اكس او اجرك؟ بقول لك مصطفى ولا عمر؟ بقول لك هذا ما بقى شعر، هذه حقيقه. ما رح ندخل يعني بهالامور لانه يهمنا الهدف. هيدي حقيقة. بس بالاسم هيدي حقيقه. نحن لو بحاجه للعميد رمو خطار يكون واقف حد منا من هون بنجده، تو واقف حد منا ويملك من الجرأه والشجاعه. طيب. لما بيعرف بدنا مسانده. مراكزكم كيف؟ معالي وزير الداخليه والبلديات. نعم. ليش ما سالتني زارنا؟ انتوا كنتوا امبارح انا رحت لعنده. طيب. قال لي مصطفى انا وزير الداخليه. نحن اهل الفقيد. نعم. نحن بنروح بنقول للناس عزونا ولا لازم انت تيجي تقعد؟ طب ليش رحت؟ رحت لانه كان بالسفر موجود. نعم. كان عنده مؤتمر صحفي. نعم. ورحت لانه لقيت لفته انسانيه منه ومهمة. بعد ما خلصنا المؤتمر يعني هذا الرجل هذا الرجل منصت لنا ومنصت لغيرنا. على تليفونك تلفون؟ لا على تليفون زميل لإلي. على تليفون زميل لإلي. زميلك اقرب منك للوزير لمعه رقمه. يجوز الوزير هالشخص موجود عند الرقم. نحن هم وصلته. هم ياكل عنب. طب انا هيدا اللي ليش نحن دائما بدنا نطلع بمين بمين اتصل وهذا شو لا يصير؟ لانه هي لفته كثير مهمه، لانه هذا التواصل بدي اعرف اذا القناه مفتوحه بالتواصل لحتى نوصل لتحقيق مطالبكم. لو بدي احكي الشعر كنت قلت لك امبارح شو صار بالخيمه لما على صفحه معالي الوزير. نعم. نزل على صفحته الشخصيه صوره الشباب بالتحرك وحط هذا الخبر. برافو. بالمناسبة بدي وجه تحية كبيرة لمين؟ لكل شاب موجود هلا بالمكان العام، مش لحقول بمكان العام، الشهداء بساحة الشهداء، ولكل شاب عم يخدم بمركز الدفاع المدني موظف أو متطوع. أنا بدي أقول مدير أو إداري. بدي أقول أنا ألو ولا أنت؟ قول ألو. ألو ألو. نعم. بدي رحب بعضو كتلة تيار المستقبل النائب هادي حباش. أهلا وسهلا فيك سعادة النائب. اهلا فيك، اهلا فيك، ونرحب كمان بضيفك كمان يوسف. شكرا لك. صباح الخير. يعني سيدي مناسبة نقول يعني انت تحرك شباب متطوعي الدفاع المدني اليوم اعطيته حق، الى اي مدى من خلال متابعتك وحرصك ومحبتك وديناميتك القانونية لحتى تقدر تحدد لهم يعني اقصى اهداف لما طلبهم؟ واقع التحرك اليوم شو بيعني لك؟ يعني بداية أنا أول شيء بدي وجه تحية لكل عنصر من عناصر الدفاع المدني للعمل الكبير اللي عم يقوموا في الدفاع المدني. نعم. وللمهمات اللي عم بيقوموا. نعم. تفضل. يرجع يطمن الاتصال لربما كمان عناصر الدفاع. نعم. المدني ان شاء الله بتوصل الاتصال لأنه. نعم. مهماتنا كبيرة. نعم. اي قلي هلا اليوم اعطاكم حق النائب هادي حباش يعني، وبتعرف كل النواب يمكن هندي حقكم وبيسعوا قدر المستطاع لحتى يحققوا لكم المطالب. العقد وين؟
سيد الكريم أنا تواصلت مع الكل، الكل بحبكم والكل معكم. سيد الكريم الحمد لله تواصلنا يعني سامحنا برجع أنا بدي عيد كلمة بقول يلا. نحن الرقم المحبب لقلنا 10452 نعم. كلمة كتلة وكلمة 8 و14 سامحنا نحن بنجمعهم بيطلعوا 22 والكل بيعرف شو عن 22 نعم. الشيخ هادي حباش ما بقول تواصل أو تحرك أو أو لا بل تطوع بالدفاع المدني هو معكم تطوع بالدفاع المدني وهو بيعرف أنا شو عم بحكي أكثر حاج علي عمار أكثر سيد نواف أكثر النواب عند الجنرال أكثر عند الكويت عند الكتيب لمعينا لبنان عند وليد بيك جنبلاط شو بدي خبرك أستاذ والله ما منخاف اللي ما تواصل معنا منقول ما تواصل ليك قد ما بيمروا علينا ناس نطلع بالشخص بعيونه بنعرفه الصادق أو لا نعم. الوزراء ما بدنا ننسى من الوزير وائل أبو فاعور وروح وين ما بدك عند كل الوزراء ما ننسى نحن نطلع بالعيون بنعرف نحن بس نفوت على بيوتهم وأنا بيقدر أي وزير وأي نائب يطلع يقول إذا أنا كلام لا بس نفوت على بيوت تاعيتهم أو نشوفهم نحكيهم باسمهم مش بلقبهم خلينا نسأل نائب هادي حبيش طار موجود سعادته معنا ألو ألو نعم نقطع الخط بيعتذر منك شيخ هادي يعني كنا عم نحكي نحن عن حقوق الشباب بالدفاع المدني والدينامية المميز حضرتك فيها يعني كيف بتشوف تحركهم اليوم أنا بداية برجع بقول لك بوجه تحية لعناصر الدفاع المدني نعم. تطوعي الدفاع المدني معك بقول لك إنه هذه المؤسسة عم تلعب دور كتير كبير بحماية اللبنانيين بحماية صحة اللبنانيين بارح شفنا مؤخرا شو عملوا بالستارباكس العمل الكبير اللي عملوه بالحريقة اللي صارت واللي راح فيها جرحى أكيد مطلبهم مطلب الدفاع المدني مطلب أولا مزمن وثانيا مطلب محق هذه المؤسسة اليوم لعدد عناصرها الفعليين بعيدا عن المتطوعين مش عم نحكي عن المتطوعين عم نحكي عن العناصر اللي هن موظفين إن كانوا وزراء أو متعاقدين أو موظفين بالملك ما بيتجوزوا صاروا 500-600 واحد وصاروا كلهم بعمر كبير اللي عم يلعب دور أساسي طبعا بدعم هذه المؤسسة هن متطوعي الدفاع المدني اللي هن معظمهم عنصر الشباب اللي موجود بالدفاع المدني نحن كمجلس نواب أصدرنا قانون لفتح باب لتثبيت متطوعي الدفاع المدني نعم. إجراء مباريات لتثبيت متطوعي الدفاع نعم. المدني نعم. وتثبيت كذلك الأمر الأجراء والمتعاقدين في الدفاع المدني اللي صار أنه هذا القانون بعد ما صدر بمجلس النواب ونشر بالجريدة الرسمية كان نعم. بحاجة إلى إصدار مراسيم تطبيقية نعم. لتنفيذه هلأ موجودين هذه المراسيم نعم. راحت على مجلس الخدمة وموجودين هذه المراسيم على طاولة مجلس الوزراء لذلك أنا من خلالك بدنا ندعي مجلس الوزراء إلى وضع هذا الموضوع على أولوية جدول الأعمال لاستصدار هذه المراسيم وأنا بقول لك هذه المراسيم مش لا ما نعم. ممكن تصدر بجلسة واحدة في أربع مراسيم بدل تصدر ما بيعرفوا الشباب أنا شرحت لهم الموضوع كله يوسف بيعرف عدنا نحن والشباب وشرحنا لهم الموضوع في أربع مراسيم بدها تصدر ولكن على مجلس الوزراء أنه يبلش بإصدار المرسوم الأول نعم. بعد منا الإجراءات الإدارية تتاخذ نرجع نروح إلى المرسوم الثاني تتاخذ الإجراءات الإدارية بعدين المرسوم الثالث وبعدين المرسوم الرابع تتوقع هالخطوة قريبة ساعات النائب قريبة؟ أنا بدعي الحكومة وأنا مستعد شو بدهم نعم. متطوعي وعناصر الدفاع المدني انا جاهز دايما كنت واقف الى جانبهم ولا ازال وين بيكونوا هن وين بيكونوا في عندهم تحرك انا سأكون معهم لهذا التحرك لانه هذا مطلب محق لعناصر ومتطوعي الدفاع المدني نعم. بتطور انه منا مني لا مني ولا من احد انه يقف مع الدفاع المدني لانه الدفاع المدني واقف مع كل اللبنانيين بدو يسألك يوسف ملاح سؤال تفضل كابتن شيخ صباح الانسانية عليك وعلى كل الوطن والمواطن اهلا اهلا فيك قلت لي مرة من المرات إذا أنتوا حتتفلوا باتجاه سوريا خدوني معكم هالمرة مش رايحين لهونيك بعدك جاهز تروح معنا محل ما رايحين أنا وين ما كان بروح معكم لأنه بأمن أنه في حماية الدفاع المدني ما عندي حلو 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 ونحن المحل اللي حنروحه بحماية نواب مثل أفضالكم بشرعه وبحماية نواب ووزراء بيعرفوا معنا الإنسانية نعرف ما حتخلونا نروح محل ما نحن بدنا نروح الله يخليك انا فعلا بحييك اول شيء وبحوي المدير العام تبعكم كمان اللي العميد ريمو خطار صحيح ودائما العميد ريمو خطار عم تابع انا وياه هذا الموضوع وكذلك وزير التنميه والبلديات اللي مهتم بهالقضيه بانجازها اليوم على مجلس الوزراء انه يسرع هذا الموضوع لحتى تمشي الامور باتجاه انه تاخذوا حقكم انا بدي اشكرك سعاده النائب هادي حبيش اهلا وسهلا فيك استاذ مصطفى
رح تغادرنا هلا بالختام، شو بدك تقول لنتابع مع كابتن يوسف؟ بس بدي احكي كلمه باسم باختصار باسم اللجنه اللجنه اللي بيمثل البقاع وجنوب. بكره الساعه 8 الصباح حيكون عندنا حشد، وندعي جميع المتطوعين وجميع الاجراء بالمديريه بل نزول بكره للحشد للبقعه اللي نحن محددينها. اتمنى الحضور من الكل ان شاء الله. انا بدي اشكر مشكل تلفزيون لبنان على هالشيء، هذا واجب خي، هذا واجب. نتمنى منكم كمان نشوفكم بكره مباشر ان شاء الله. ان شاء الله يا رب ان شاء الله حبيب قلبي. شكرا سيدي. اذا اصدقائي بريك وبنرجع نتابع سوا مشاكل وحلول. متابعين معكم مشاكل وحلول بحلقتنا الخاصة عن المتطوعين بالدفاع المدني اللبناني وعن لفتة النظر يلي حبوا يسموها وبيعدوا عن كلمة اعتصام. هلا بدنا ناخذ اتصال شباب إذا بتسمحوا لنا من عضو كتلة القوات اللبنانية النائب أنطوان زهرة. ألو، صباح الخير. صباح الخير سعادة النائب، أهلا وسهلا فيك. أهلا فيك. ألو. أي نعم. سعادة النائب ب 22 حزيران 2015 نقل عنك كلام قلت انه القوات اللبنانية ككتلة مع المتطوعين ومع نيلهم حقوقهم، ولكن كل العقدة عند وزير الداخلية نهاد المشنوق. قديش هذا الخبر المنشور فيه من الدقة منقول عن لسانك؟ زدت على هذا الكلام، ما قلت كل العقدة، قلت لهم زوروا معالي وزير الداخلية وقولوا له باسمي وباسم كتلة القوات اللبنانية نطلب منه أن يحضر مرسوم تطبيق القانون الصادر عن المجلس النيابي لإنصاف متطوعي الدفاع المدني، ونحن مستعدين نكفي معه. اللي بدي أقوله، سمعت بالأمس بوسائل الإعلام انه احد مستشاري وزير الداخليه وعدهم انه على اول جلسه لمجلس وزراء سيوضع هذا الموضوع بتصرف مجلس وزراء. انا اللي بدي اقوله، يجب استشاره خبير قانوني ودستوري. قانون صادر عن المجلس النيابي برايي ليس بحاجه لقرار مجلس وزراء، ما يحتاجه مرسوم تطبيقي يوقعه وزير الداخليه ووزير الماليه ورئيس الحكومه، وعندها يحتاجون الى بقيه الوزراء للنيابه عن رئيس الجمهوريه بالنشر توقيع مرسوم لنشره. ما بدها قرار مجلس وزراء، بدها مرسوم عادي، ولكن الاشكاليه ستكون بتوقيع الوزراء على نشره نيابه عن رئيس الجمهوريه. عندها بمرور الزمن المحدد لتوقيع الرئيس يمكن صدوره. وبالتالي انا انصح بمراجعه وزيري الداخليه والماليه ورئيس الحكومه. مش صحيح انه بده قرار مجلس وزراء، لانه هذا قانون صادر عن مجلس النواب وليس مشروعا جديدا. انا بعتقد هيدي الطريق الاقصر والاسلم. بعرف انه في جزء منهم عم يطلعوا على التقاعد خلال هالفترة الانتظار الطويلة بعد قرار القانون، صحيح، وانه عم ينضموا للي انظلموا سابقا بانه طلعوا على التقاعد. حقهم، مجلس النواب اعطاهم هذا الحق بقانون، ويجب ان تصدر المراسيم التطبيقيه باسرع فتره وقت ممكن. انا بدي اشكرك سعاده النائب أنطوان زهرة، لانه بالواقع الكلام يلي حكيته خير الكلام ما قل ودل. يعني انا بوعدك انه عبر مشاكل وحلول نحن رح نسال خبير قانوني ومستشار قانوني لحتى نشوف اليه المتابعه كيف ممكن تسلك اكثر طريق. بشكرك واهلا وسهلا فيك. شكرا ويعطيك العافيه. شكرا سيدي. خي يوسف، بدنا نرحب هلا بالضيف اللي انضم لنا. من اي منطقه حضرتك؟ البقاع بر الياس. استاذ احمد عبد الوارث. استاذ احمد عبد الوارث، اهلا وسهلا فيك. بدون استاذ طبعا. انت متطوع قد ايه لك متطوع؟ الي 16 سنه. كنت عارف رح توصل لهون؟ اكيد ما كنتش عارف رح اوصل لهون، بس ما في مشكله اني وصلت لهون، يعني ما عندي مشكله. يعني انت مع الشباب بالقرار اللي بياخذوه فيكم سوا ايد وحده؟ اكيد اكيد 100%. قديش بتتوقع تدوم قضية انتظاركم للحل اللي أشار له هلا نائب أنطوان زهرة؟ هلا قديش الحل ما عندي فكرة قديش، بس نحن ناطرين لحتى يصير في حل. نتمنى إنه اليوم يصير في حل، بعد ساعة يصير في حل، على بكرة يصير في حل، بس نحن مستمرين بأمرنا لحتى ينتهي الأمور. طب يوسف، اليوم الكل بيعرف وبيشهد لك يعني بهذه الدينامية والنشاط. يعني أنا بال 2004 وقت كان يعني دولة الرئيس الياس الغر وزير الداخلية، كنت عم بقدم حفله للدفاع المدني الجونيور
بالبيال. نعم. بوقت انا بذكر كثير منيح العميد درويش حبايا قال لي في متطوع شخص بده يحكي اسمه يوسف الملاح وشوف المستقبل كيف راح يكون، لانه قبضاي وجدي ونشيط ومع كل تقديري للشباب والفريق اللي معك. يمكن هيدي شهاده بشوف كنت بعد نظر عند العميد حبايا من وقت لوقت اللي بيعرف انه نحن لوين راح نوصل بهذا الملف مثل ما اشار باتصاله معنا. ولكن حدك متطوع له 16 سنه، انت قد ايه لك؟ 21 سنه. كنت عارف رح توصل لهون؟ نحن عندنا ثلاث خيارات، نحن بالدفاع المدني يا شهيد يا جريح يا بفل على بيته. نحن بلشنا اشار النائب عطوه زهرة بدي اقطعك، قال انه بهالوقت في ناس عم بفلوا على بيوتهم يعني ما بيلحقهم شيء من القانون كما رجعت. هول اللي علمونا. نعم. هول اللي سقفونا وهول اللي حببونا. نعم. بالدفاع المدني بس. نعم. انا بالمناسبه شكرا على اتصال سعاده النائب الصديق عطوه زهرة. نحن حبينا نتواصل مع الكل لنعطي الموضوع صحيح. حقه صح. بس انا اتمنى منه. نعم. اتمنى منه وبعرفه بحب هذا المشروع وبحب هذا الشباب، اتمنى يحط ايده يحط ايده معنا. نحن اللي حنجيب مستشار وكمان يحط ايده مستشار المال الثاني، ممتاز ناخذ نتيجه من هون نتيجه من هون ان شاء الله. طب هلا بدي اسالكم يعني العناصر المنصبين بمهمات الدفاع المدني خلال تاديه واجباتهم، نعم، حقوقهم وين اليوم بهذه المرحله في ظل القانون الجديد؟ انا كنت طلعت بفكره مع الشباب كلياتها. نعم. اذا اقر المشروع وتوظفوا الشباب طبعا بدنا نستشير بقيه رفقتنا، بس انا بضمن لك انه الكل شو رح تعمل؟ لحقول 90%. نعم. مشان ما في شيء اسمه شو بنعمل؟ اول معاش بيقبضوه الشباب رح يروح لصالح الشهداء والجرحى. حلو. وصالح المديريه العامه للدفاع المدني. يعني هديه تقديريه بتكون لجهودهم ولا بل اكثر لحلك. نعم. نحن عم نتناقشوا اذا حلها وصارت كمان نحن بنتنازل عن شهرين، لانه كمان في اشخاص ضحت بالسلك العسكري بالجيش او بقوى الامن او 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 نعمل مثل النصب يليق فيهم باسم موظفي ومتطوعي الدفاع المدني. نعم. سابقا بوقتها. بدي اخذ اتصال هلا. نعم. تعرف النيل من كل الناس بنحبها. اتصال من الانسان انا كثير بحبه يعني مع كل تقديري لكل الناس كمان، يعني الفنان النجم السوبر ستار راغب عليمي سفير الامم المتحده للتغير المناخي. اي متطوع هلا هو بيقولها. استاذ راغب اهلا وسهلا فيك. اهلين اهلين يسعد صباح. يعني استاذ يطول عمرك سعادة السفير، يعني اسمح لي اقول لك اليوم يعني بالجهد والمجهود اللي عندك سعادة السفير كانت زيارتك امبارح مفاجئة لخيمة الشباب، وكان تقدير كلامك ووصف يعني عطاءاتهم من وقت اللي اعتصموا على الرمل البيضاء وقبل وبعد. بهذه المرحلة شو ممكن يقدم راغب عليمي كنجم كفنان كبير كسفير يعني يحط رصيد بدعم هذه القضية؟ ليك أنا حقيقة بحكم علاقاتي أول شيء بدي صبح عليكم صبح على حبيب القلب هذا السفير الحقيقي هذا يوسف ملاح وجابوا شباب. نعم. دفاع هول سفرة إنسانية والطمأنينة والأمان. نعم. والخير اللي بساعد العالم. اني يعني بدي صبح عليهم واقول لهم ما ضاع حق وراءهم وطالب. صحيح. وراءهم 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 تتراجعوا عن حقهم لانه هيدا حق الانسان، هيدا يمكن لانه مشكلتهم انه ما سموا نفسهم الدفاع الطائفي مثلا، لو الدفاع الطائفي كانوا ركضوا وراهم المسؤولين بلبنان حتى تستعفوا، بس لانه الدفاع مدني لانه ما بهمهم الطائفيه ما بيهمنا المذهبية والمناطقية، بزتوا حالهم على النار ليطفوا النار بأجسادهم لحتى يحمونا ويحموا أولادنا، صاروا بده يركضوا يطالبوا بحقهم والسياسيين يلي قارفين البلد كلها لتاخذني، صار المشكلة يعني جروا البلية فيما يضحك، إنه المفروض يعني هولي يقدروا الشباب مش يركضوا ورا حقهم، المفروض حقهم يكون من ضمن القانون بالأساس. نعم. يعني من ضمن دستور بالاساس. العجيب الغريب انه عم يركضوا اللي على اللي قارطين الخزينه وقارطين واخذين مصاري واخذين مرافقين واخذين مواكب واخذين مخصصات واخذين سارقين البلد وممددين لنفسهم قدام هول الشباب اللي تاركين بيوتهم واولادهم ونسوانهم واهاليهم لحتى يجوا يعني يدافعوا عن المواطن بصدرهم وبجسمهم وبالخير اللي الله عطاهم اياه. انا بقول لك شغلي انا بدعم قضيتهم، انا بحكم علاقاتي عم يعني عم بعمل اتصالات وانا اخجل من نفسي لما اعمل اتصال احكي بهيك موضوع، المفروض هني المسؤولين لوحدهم يخجلوا من نفسهم ويعطوا هالشباب حقوقهم، يعطوا هالعائلات حقوقهم، خليهم يروحوا عند اهلهم ويرجعوا ويكون هيدي رساله الخير رساله عند كل الناس.
يعني بعد شوي حيخجل الواحد من عمل الخير يا زلمة. مش معقول مش معقول. بعرف اللي عم تحكي ساعات السفير شغلة كتير مهمة، ولكن يعني من خلال دعمك يعني الكل هلأ يعني نظره يعني يصبو إليك من خلال كل الجهود، لأنه اللي صار امبارح يعني الاجتماع مع مستشار معالي الوزير برد له قلوبهم شوي، ولكن ميدانيا يمكن بحاجة إلى تسريع الخطوات، لأنه ساعات النائب أطوان زهر اللي كان معنا على التليفون عم بيقول أنه قانون بيصدر عن مجلس النواب منه بحاجة أبدا لمجلس وزراء من جديد، يعني بده وزير الداخلية وزير المالية يوقعه ورئيس مجلس الوزراء وأن يجول المرسوم على الكل، وبده المستشار قانوني. إن شاء الله بمعيتك نقدر كلنا سوا نتعاون. بالختام شو بدك تقول أستاذ راغب؟ ما برجع بقول لهم اللي قلت بالبداية، ما باع حق وراءه مطالب. نعم يا خي يوسف أنت وشبابك يعني ما تسكتوا عن حقكم، ونحن لا يعني مش أنا بس أنا، كل العالم وراكم وقدامكم حواليكم. تسلمتنا. ما تفكر ما ما ابدا ما توقفوا عن حق، ما تسكتوا عن حق، يعني معلش يضبوا مخارم اللي عم يسرقوها ويعطوها للحق للخير، يعني معلش عم يقرضوا مخارم فوق ونزول وكلها مش من حقهم، انتوا اللي حقكم المصريات والتثبيت. نعم. والحقوق والمستقبل والضمان، انتوا اللي حقكم مش 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 الحق لهم ابدا. انا بدي اشكرك واقول لك منعلي الصوت معكم ونقول كلنا للوطن للعلا للعلم، كلنا الوطن. شكرا سيدي. شكرا سعادة السفير فنان النجم راغب عليمي سفير الأمم المتحدة للتغير المناخي. قد ايه بيكبر قلبك وقت اللي بتسمع يعني انسان بصدقه زاركم امبارح بدون مراقبة بدون مواكبة إعلامية حب يجي منه لحاله يشوف شو ممكن يقدر يقدم ويعطي. بدي أحل لك الأستاذ راغب أو خليني أقول له أبو خالد لأنه احنا نعتبره رفيق، مش فاجأ قد فاجأ يمكن اللي شاف مكتبه هو مركز للمتطوعين الدفاع المدني رقم برافو. واحد برافو. رقم اثنين حتى ابو خالد مره من المرات اللي بدي ابعث لك ولادي يتغذوا ثقافه وطنيه وانسانيه ومبدا اصل برافو. رقم ثلاثه بدي اقول لك بستطيع اقول لك راغب بس ما بقى استطيع اقول لك واعطيك العلامه، انت راغب ولن نستطيع ان نعطيك علامه. رح نشوف سوا ريبورتاج اذا بدك تسمح لي عن المؤتمر الصحفي اللي عملتوه اجواءه، البعض قال بس ثاني بس ما خلصنا بس نص ثاني. منجد شريف والمعين ومعين شريف كمان موجه لهم تحيه. نعم. والتحيه الكبيره اللي اخجل امامها اهالي العسكريين، يا رب رجعت نص الفرحه يرجع الفرحه الكامله، لانه ما يعني ما تصدق قديش الانسانيين وقفوا حد منا بينما لازم نحن اللي نوقف حد منا. يطول العمر. ألف تحية لكم، هول اخوتنا مش اخواتكم. بدي بس جواب سريع على كلمة. نعم. يلي تابع المؤتمر الصحافي امبارح قال لي سكتوا هيدا واحد مجنون على السقف وحكي كتير، بتوافق ولا لا؟ بحترم كل الاراء، حط يلي بايده، اذا كل مجانين بده يكونوا انسانيين يا رب نتحول كلنا مجانين. نشوف ريبورتاج حول اجواء اعتصامكم امبارح وبنرجع نتابع. والله عندنا مشروع هون جايين لاجله صرنا سنين ناطرينه، ونحن شغلتنا انسانيه وعم ضحي بدمنا وضحينا قبل بشباب عندنا، وبعدين قلنا مشروع جايين نطالب فيه. انا لي 10 سنين متطوع بالدفاع المدني وجايين من شان مشروعنا لا يكرروا لنا اياه. وانا جريح بالدفاع المدني مصاب، ونحن دفاع مدني للبنان كله مش لشخص محدد ولا لانسان محدد، وحقنا لازم يعني يتحقق. يعني صار لي 29 سنه متطوع بالدفاع المدني. نحن عندنا مشروع اقروه بمجلس النواب ب9/4/2014، وهلا عم نطالب انه ينفذوا لنا اياه بمجلس الوزراء، يحطونا اي بند على هذا المشروع. هذا كل موقفنا كان هون، نحن لكل لبنان بدون اي استثناءات، يعني ما عندنا حدا احمر اخضر اصفر، نحن لكل لبنان، نحن معطائين، فبنتامل من الدوله كمان